رسالة وصلت من مجموعة من الإخوة السائلين من السودان والعراق واليمن. يقول السؤال: هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها، مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان، فكيف يكون التصرف؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة، أعني مسألة الهلال، مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه إذا ثبت، بل إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي، فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وعلى هذا، فإذا رؤية في المملكة العربية السعودية مثلا، وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوما في رمضان وفطرا في شوال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قالوا: والخطاب للمسلمين، فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض. ومن العلماء من يقول إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقا لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له، وإلا فلا. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين. لكن الاستدلال يختلف. وجه الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية والحديث أن الحكم علق بالشاهد والرأي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه حكم الهلال، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالف لبلاد الرؤية لا يكون قد شهد فيه الهلال ولا رؤي، وحينئذ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم. وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال وأقوى من الأول، ويؤيده النظر والقياس، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس، فقال تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكا، وبالليل إفطارا،
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاما لجميع البلدان، بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر. ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس. فإذا كان توقيت اليوم متعلقا في كل بلد بحسبه، فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه. وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح أثرا ونظرا. هناك قول ثالث أن الناس يتبعون إمامهم، فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال، وكان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية، وجب العمل بمقتضى هذا الهلال صوما في رمضان وإفطارا في شوال. وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر. واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر. وعلى هذا فنقول للسائل: الأولى أن لا تخالف الناس، بل بعبارة أصح الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس. فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول، وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك، وكانت بلادك لم تعمل بهذا وترى أحد الرأيين الآخرين، فإنه لا ينبغي لك أن تثير المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد. وبإمكانك أن تصوم سرا في هلال رمضان، وأن تفطر سرا في هلال شوال. أما المخالفة فهذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام. هذا الكلام من فضيلة الشيخ: إني أريد أن أترى هلال شهر رمضان، وكثير من الناس يرغبون بذلك، ولكن لا نعلم متى، وهل يكون معه أو بعده أو في نصف الليل، وهل إذا رأيته في النهار يعتبر اليوم الذي بعده صيام أم ماذا؟ أسألنا وفقكم الله، وهل يشجع الناس على رؤية ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتراءون الهلال ليلة 30 من شعبان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراء الناس الهلال أصار بعضهم يريه بعضا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. فالسنة للناس أن يتراءوا هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإن لم يروه لغيم أو قتر فإنهم يصومون شعبان 30 يوما.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ومن رأى فالواجب عليه أن يخبر أقرب محكمة إليه. ومعلوم أن التراء للهلال يكون في مكان مرتفع ويكون في مكان بعيد عن الأضواء، لأن الأضواء تحجب الرؤية، ولهذا يحجب ضوء الشمس رؤية الهلال. كذلك الأنوار التي في الأرض إذا كثرت وتسلطت على الأفق منعت الرؤية، فيبعد الإنسان عن البلد وعن مكان الأضواء ليكون ذلك أيسر لرؤيته. والعبرة برؤيته بعد غروب الشمس، هذا هو العبرة، برؤيته بعد غروب الشمس. أما قول الأخ يراه في نصف الليل، اللي يرى نصف الليل قد مر ليالي من الشهر، يعني يرى نصف الليل عند الغروب معناه أننا في اليوم السادس من رمضان أو في اليوم السابع. ولكن ها هنا مسألة: شهر رمضان يكفي في رؤيته رجل واحد أو امرأة، وغيره لا بد فيه من رجلين، فيصوم الناس واحد ولا يفطرهم إلا اثنان، ولكن لا بد أن يكون الراعي ثقة في دينه، ثقة في نظره. فإن لم يكن ثقة في دينه أو في نظره فلا عبرة بالشهادة، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لا بد من العدالة ولا بد من قوة البصر. فلو جاءنا رجل إذا مشى يقدم يده لئلا يغربه الجدار ثم قال: أنا رأيت الهلال، وهو رجل ثقة في دينه، قلنا: رأيت؟ نعم رأيت، متأكد؟ لا متأكد. فإذا الرجل لا يستطيع أن يهتدي للطريق، هل نقبل قوله؟ ثقة. نعم، قال شر ثاني وهو قوة البصر. وذكر صاحب الفروع أحد تلاميذ ابن النفلة رحمه الله في كتاب الفروع أن أحد القضاة جاءه رجل وقال: إني رأيت الهلال. قال: إني رأيت الهلال. قال: هل معك أحد؟ قال: معي أحد لكن ما رأوا الهلال. جاء الذين معه قال: هل رأيتم الهلال؟ قالوا: ما رأينا. وهذا الرجل مصمم يقول: رأيت الهلال. وكان القاضي ذكيا فقال: اذهب بنا إلى المكان الذي رأيت الهلال فيه لننظر إليه. فذهب بهم، فلما وقفوا أمام مغرب الشمس قال: هل رأيت الهلال؟ يقوله القاضي. قال: نعم رأيته. متأكد؟ قال: متأكد. تشهد؟ قال: أشهد. قال: بسم الله. مسح حاجبي الرجل يشهد، الذي يشهد. قال: الآن رأيت الهلال؟ قال: ما رأيته. وإذا الذي رأى شعرة بيضاء في حاجبه. فلا بد من التثبت، لا بد من التثبت. نعم.